مرحبا، يسعد لي صباحكم كل أوقاتكم متابعيني الكرام. معكم فيفيان. وصفتنا اليوم من المطبخ الهندي وهي دجاج تيكا ماسالا ومع طريقة طبخ الرز. وهي الوصفة بصراحة هي اللي خلتني أحب الأكل الهندي، مشهورة ومعروفة بطعمها الطيب كتير. حبيت اليوم أقدم لكم إياها بأسلوبي، ومناسبة كمان لشهر رمضان المبارك. جربوها كتير سهلة ولذيذة وسريعة. ولا تنسوا كمان تبعتوا لي صور تطبيقاتكم على الانستغرام. ويلا نبدأ. المقادير على الشاشة بتلاقوهم بصندوق الوصف كمان. أول مرحلة منحضر التتبيلة، منحط بوعاء 6 معالق كبار لبن، ومنضيف عليهم ملعقة صغيرة بهارات مسالة، أو ممكن تستبدلوها ببهارات دجاج، وملعقة صغيرة بابريكا حلوة أو حارة حسب رغبتكم، وملعقة صغيرة كركم وملح، وملعقة صغيرة ثوم مهروس، وملعقة صغيرة زنجبيل مهروس. ومنخلط شوي. وهلا منضيف كيلو صدور دجاج مقطع مكعبات. ومنخلط شوي. ومنضيف اختياري عود قرفة وورقة غار وحبات من الهيل والفلفل الأسود. هدول اختياري حسب رغبتكم، بس أنا بحب أضيفهم بكل تتبيلات الدجاج. وهيك هلأ صار جاهز، بنتركه يرتاح 15 دقيقة أو أكتر، ما في مشكلة. وبعدين منقليه أو منشويه على الفحم. منحط هلأ بمقلي 2 ملعقة زيت، ومنضيف عليها الدجاج مع الخلطة ومنقليه على نار عالية. طبعا ما تقلقوا من اللبن، لازم ينشف كله. منقلب حتى تنشف السوائل تماما. لاحظوا كيف نشفت السوائل. وهيك لازم يتحمر بهذا الشكل. نرفع المقلية ونحطها على طرف. ومنحط بمقلية تانية 2 ملعقة زيت وملعقة كبيرة زبدة. وهلا منضيف بصلة كبيرة مفرومة ومنقلب حتى تدبل البصلة شوي. ومنضيف عليهم ملعقة صغيرة ثوم مهروس وزنجبيل مهروس. وملعقة صغيرة من بهارات تيكا ماسالا وبابريكا وكركم وملح. ومنقلب. وبعدين منضيف 3 معالق كبار معجون طماطم. وخمس حبات طماطم معصورين. ومنقلب حتى يندمج الخليط تماما. وهلا منغطيها ومنتركها تغلي 30 دقيقة. بعد مرور 30 دقيقة لاحظوا القوام لسه خشن ومو ناعم. منطفي النار ومنضيف عليها كوب مي ومنطحن حتى نحصل على القوام واللون المطلوب. طبعا ممكن تستغنوا عن الطحن بهي الأداة، بس أنا طحنته حتى أورجيكم كيف بصير لونه وقوامه الصح. وهيك صار القوام واللون روعة. وهلا منضيف قطع الدجاج. منقلب شوي. ومنغطيها ومنتركها على نار هادية لمدة 30 دقيقة. وبهذا الوقت منطبخ الرز. منحط بطنجرة 2 ملعقة زيت وملعقة كبيرة سمنة. ومنضيف عليهم عود قرفة وحبات من الهيل والقرنفل. ومنقلب حتى تتحمص البهارات شوي. وبعدين منضيف عليهم 3 أكواب رز بسمتي. طبعا الرز منقوع بمي سخنة وملح لمدة نص ساعة. ومنقلب على نار هادية حتى يتحمص الرز شوي. وهلا منضيف ملعقة صغيرة ملح أو حسب الرغبة.
ومنضيف لكل كوب رز كوب ونص مي سخنة. ومنتركه حتى يغلي تماما، وبس يغلي منغطي الطنجرة ومنخفف النار ومنتركه حتى يستوي. وهيك هلا استوى الرز، منحط على الوش ملعقة كبيرة سمنة، ومنغطيه ومنطفي النار ونتركه حتى يتهدى. وبهذا الوقت استوت التكة مسالة، منضيف عليها كوب كريمة طبخ، وممكن تستبدلوها بحليب جوز الهند، ومنقلب لمدة 5 دقائق. وهيك صارت جاهزة والريحة رهيبة، ويا ريت في اختراع أقدر أدوق الكل من الشاشة، عن جد شي كتير كتير طيب. وممكن تضيفوا شوية مي أكتر حتى يصير القوام أخف، هذا بيرجع حسب رغبتكم. وهلأ منحطها بطبق التقديم. ومنصب الرز كمان، طبعا هاي الأكلة بيلبق للرز الأبيض كتير كتير. ومنزينها بالبصل الأخضر أو الكزبرة الخضراء، عن جد طعمها أكتر من روعة، بنصحكم تجربوها. وبتتقدم صحة وألف عافية، ولا تنسوا تبعتولي صور تطبيقاتكم على الانستجرام، رح حطلكن حساب الانستجرام بصندوق الوصف. وما شاء الله الصبايا اللي بعتتلي صور التطبيقات شي بياخد العقل، رح جمعهم قريبا وأنزلهم بفيديو خاص فيهم. وهيك خلص الفيديو لليوم، بتمنى يكون عجبكن، ولا تنسوني من الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. بشوفكم فيديو جديد، يلا باي باي.